السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ الفيديو مالتنا اليوم راح نتكلم لكم على شلون تطلع اجازه السوق في ولايه نيوفاوندلاند لابرادور للمبتدئين وللممارسين القياده من قبل، لان كل ولايه لها سيستم معين. فاليوم راح نتكلم لكم على نيوفاوندلاند اللي هي بكندا. راح نتكلم لكم على شلون تطلع اجازه السوق. اول شيء المتطلبات، شنو يردون من عندك؟ لازم ما يقل عمرك عن 16 سنه حتى تقدم على ليفل مال المبتدئين. ولازم ثاني شيء، لازم تاخذ، اذا عمرك تحت 19 سنه لازم تاخذ اذن من احد الابوين، يعني ابوك لو امك. ثالث شيء، لازم عندك قطعتين هوية، يعني ولازم واحدة من عندهم تكون أصلية على الأقل. اختبار الكتابة، يعني رايتنج تيست، هذا شلون تسوي؟ هذا تروح تمتحن الامتحان. الامتحان هو متكون من ممارسات القيادة والأمان والإشارات. هذول شلون تدرسهم؟ والامتحان هو من 100، اذا جبت 85 انت ناجح. وشلون تدرس له؟ اكو كتيب صغير تقدر تشتريه، سعره تقريبا دولارين، واذا ما ردت تشتري تقدر تروح اونلاين وفري موجود على اونلاين. اذا خلصت وامتحنت وجبت اعلى من 85، بنفس الوقت وبنفس المكان تقدر تسوي تيست مال عيون من تخلص الامتحان. تصريح التعلم learner permit ليفل الاول، يجب ان يكون وياك سايق مرخص. ثاني شيء، لازم تكتب ورقة وتحطها على زجاج الورا كاتب عليها سائق مؤقت. ثلاثة، لازم ما تسوق من منتصف الليل الى 5 الصبح، ما يصير السوق. هاي الثلاثة لازم تطبقها. رابع شيء، اختبار الطريق رود تيست، بعد 12 شهر تقدر تقدم عليه، و8 اشهر اذا انت داخل مدرسة. تقدر اونلاين تسوي الموعد وتدفع الرسوم مال الامتحان، ولازم تدفعها قبل الموعد، يعني حتى لا يصير اشكال، يجوز راح يلغي، يجوز يصير اشكال، فانت قبل فترة امن وادفعها وتجيب الوصل وياك. بعدها السائق اللي راح يجي وياك والمركبة، يعني السيارة راح تجي وياك، لازم السائق الرخصة مالته من فئة 5 و6 ليفل الأول. ثاني شيء، لازم بيها انشورنس. ثالث شيء، الأوراق مال التسجيل مال السيارة. وقبل هاي كله هم يفحصون السيارة، الأمان مالتها، السيفتي، خف أي شيء بيها، ساين هاند بريك، كل شيء يختبرونها، بعدين يطلعون بيها بالامتحان. ليرنر بيرمت ليفل 2، هذا بشروط لازم تطبقها. شنو هي؟ لازم من السوق من 12 بالليل الى 5 الصبح لازم وياك سائق مرخص، ولازم تخلي الكتابة انت سائق مؤقت على الزجاج الخلفي. هذني لازم تطبقهن. الترخيص العادي فئة 5 كلاس 5، هذا تستلمه بعد 12 شهر، تستلمه يجي لك على البريد مالتك. اذا انت ما مسوي اي حادث مروري او مخالفة يجي لك. اذا انت كنت من غير بلد لازم تغير، او غير ولاية لازم تغير الاجازة مالتك بعد 3 اشهر، لازم تغيرها الى الولاية اللي انت بيها. اذا انت من غير مقاطعة او من غير بلد شنو تسوي؟ البلدان اللي راح اعددها هي امريكا والمملكة المتحدة، يعني بريطانيا، النمسا، سويسرا، ألمانيا، جنوب كوريا الجنوبية واليابان.
من إذا أنت من هاي البلدان ما حاجة بعد تسوي امتحان تغير رأسا الإجازة مالتك، بس غير بلدان الباقية لازم تبدي من البداية. هنا أقصى سرعة تقريبا بالهاي واي هي 100 كيلومتر بالساعة، أقصى سرعة هنا موجودة عندنا، فوقها ما يصير. بالبداية قبل كان يقبلون أي شهادة، أي واحد عنده شهادة يعني إجازة سوق يقبلونه، بس صارت مشاكل من بعض الجاليات فلقوا الإجايز كلها، فيقبلون بس هاي 7 دول ذكرتها. بس إذا عندك إجازة شنو تفيدك من غير هاي البلدان 7؟ شنو تفيدك؟ تفيدك تقدم الامتحان مالتك، بدل ما يصير 12 شهر يعني سنة أو 8 أشهر، يصير عندك يجوز بشهر واحد تقدر تسوي الامتحان. بس حسب ما سمعت بغير ولايات يقبلون الشهادة، بس بالولاية مالتنا ما يقبلون لأن صارت مشاكل. هاي تقريبا لخصت لكم شلون تطلع إجازة السوق. إذا عجبكم الفيديو سووا لايك سبسكرايب للقناة، ونشوفكم إن شاء الله بفيديو آخر ومع معلومة جديدة، ومع السلامة شباب.